أهلا بكم مشاهدينا في هذا الموجز الإخباري يأتيكم من قناة ريمال تيفي. كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الخميس تسجيل 34 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى أزيد من 1 مليون حالة في المغرب. ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية، فإن مجموع التحاليل المنجزة عقب إجراء 7179 من الفحوصات الجديدة قد بلغ أزيد من 11 مليون منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني في 2 مارس من سنة 2020. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها سجلت حالتي وفاة جديدتين بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي إلى 16050 شخصا، بينما تم التأكد وفق المصدر ذاته من 75 حالة شفاء إضافية، ليصل العدد التعافي إلى أزيد من 1 مليون حالة شفاء. صدق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. وبحسب البلاغ الصادر عن الحكومة، فإن الأمر يتعلق بتعيين عبد الله السلموح مدير للوكالة الحضارية لنادر دريش، ومحمد بوجاد مدير للوكالة الحضارية لتازا تونات، ومصطفى بوششان مدير للوكالة الحضارية لبني ملال. أعلن الناخب الوطني وحيد خليل جد صباح اليوم عن اللائحة النهائية للاعبين الذين وجهت إليهم الدعوة للمشاركة في مباراتي الجولة الثالثة والأخيرة من تصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، اللتين ستجمعان المنتخب الوطني المغربي بنظيره من جمهورية الكونغو الديمقراطية يومي 25 مارس بكينشاسا الذهاب و 29 مارس بالدار البيضاء في الإياب. وعرفت اللائحة المنادات على لاعب جديد ضمن تشكيلة الأسود، وهو عبد الصمد الزلزولي لاعب برشلونة الإسباني. وفيما يلي لائحة 26 لاعبا المدعوين للمشاركة في مباراتي أمام الكونغو الديمقراطية: الحراس ياسين بونو، منير الكجوي المحمدي، ورضا التقناوتي. بالنسبة للدفاع: أشرف حكيمي، سفيان علاكوش، آدم ماسينا، يحيى عطية الله، جواد ليميق، سفيان شاكيلا، وغانم سيس، وسامي ماي، ونايف أكراد. ووسط الميدان هناك سفيان المرابط، فيصل فجر، يحيى جبران، سليم ملاح، عمران لوازة، إلياس شاعر، عز الدين أوناهي، عمران لوازة. وبالنسبة للهجوم هناك منير الحددي، سفيان بوفال، ريان مي، طارق تسودالي، يوسف المنصري، عبد الصمد الزلزولي، وأيوب الكعبي. دخل الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكي على خط غرق واختفاء شابان ينحدرون من سيدي مومن بدار البيضاء في مياه السواحل التونسية بعدما كانوا يعتزمون الهجرة إلى إيطاليا. وطالب الفريق النيابي رئيس اللجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بعقد اجتماع عاجل بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة لمناقشة وضعيات ومصير ضحايا الهجرة السرية. عن الفريق النيابي المذكور سؤالا إلى الوزير بوريطة، أورد فيه من خلاله أن أسرا بسيدي مومن تعيش على وقع هول الصدمة جراء تلقيها خبر وفاة فلدة أكبادها في تونس، بينما ما يزال مصير آخرين مجهولا. قالت البرلمانية عن جهة الظل البيضاء استطاعت أن ضمن هؤلاء المهاجرين شباب وشابات في مقتبل العمر انقطعت أخبارهم منذ 16 جنبير من سنة 2021 حتى جاء خبر غرق شخصين من المجموعة التي ذهبت لتونس لحد الآن. وطالبت لبنى الصغيري وزير بوريطة بتحديد الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها من أجل البحث عن المختفين والمفقودين، وتحديد الإجراءات التي ستمكن من الحد من استغلال شبكات التهجير لحاجات وضعف المواطنين، وكذا إجراءات تحديد مصير هؤلاء المفقودين والمفقودات سواء كانوا على قيد الحياة
أو لاقوا حتفهم. وكانت منطقة سديمو من بدار البيضاء قد اهتزت الأسبوع الماضي على واقع خبر وفاة عدد من الشبان الذين كانوا يعتزمون الهجرة صوب إيطاليا عبر تونس. مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية موجزنا الإخباري، إلى اللقاء.